بدام ان احنا بمكان برد واستعراض الجليد، ضيفتنا اليوم معانا حنان القلاف. حنان القلاف من فئه الفرز صح؟ الفيجر دلتا. الفيجر دلتا، شلونك حنان؟ الحمد لله تمام. اخبارك؟ الحمد لله بخير. اول شيء شلون انضممتي حق المكان هذا الحلو؟ هو كان بطلين الهوكي وسالت عن الفيجر زين، وقالوا انا يعني خذوا شيء معلومات انا شنو هاللعبه. اي زين، اعطيتهم معلومات وقالوا ان شاء الله نفكر الموضوع. شنو المعلومات اللي اعطيتيهم؟ يعني شنو هاللعبه، شنو استعراض على الجلي، شنو تحتاجون. اوكي زين، شنو شنو تحتاجون في هاللعبه؟ جمباز حلو، باليه، والمدربه اون ايس اوف ايس. طبعا لازم يكونوا متمكنين بهذول كلهم اللي قلتيهم عشان يقدر يدش عشان استعراض. انزين، كم كان عمرك لما دشيتي الفريق؟ 22. ليش طولة العمر ان شاء الله. خذيتوا وحققتوا وايد بطولات ذهبيه وفضيه صح؟ إيه. بس شنو مسابقه واحده رحناها؟ إيه؟ اول شيء معسكر قعدنا فتره، بعدين رحنا المسابقه بتايلند. انزين، وهي اول مسابقه لنا. إيه؟ اول مره ان الكويت تدش. حلو زين، والحمد لله يعني هي بطولة آسيوية أقدر أقول. إيه؟ حققتوا فيها الميدالية؟ إيه حققنا. أي ميدالية فيهم؟ اثنين ذهبيتين وواحدة فضة حققتها. ما شاء الله ما شاء الله. حنان، أنا عرفت أنك أنت أكبر فئة من البنات، شلون قدرت تتأقلمين معاهم؟ وعادي يعني كأنهم خواتي الصغار. إيه يعني كلنا خوات، يعني نتعلم من بعض، نستفيد من بعض. اللي تعلمت الفيجر سكيت من برا الكويت، نتبادل الأشياء. حلو، ما حسيت أن واجهتك صعوبة في أول بداية التدريب أو في البطولة اللي حققتوها؟ هو أكيد يعني البطولة كانت صعبة، أول مرة نسافر نروح نمثل الكويت، ما توقعنا يعني أنه يكون الوضع كذي. طبعا حسيت أنه شعور وايد حلو أنك كونك بنت بتمثلين الدولة. إيه؟ ورايحة تحققين بطولة آسيوية. عدل. إنزين حنان، أبي أعرف هل أهلك مانعوا من هالشيء هذا؟ قالوا لي عادي يعني احنا معاك، يعني شنو تبين نوفر لك. يعني ما حسيت في اي صعوبه؟ لا ما حسيت. زين، كلميني اكثر عن المشاركه الاسيويه. هو ان على حسب الاعمار والليفل. زين، يعني مثلا 35 دوله تشارك. حلو. زين، ياخذون كل الاعمار ونفس الليفل. انا ابارز يمكن 10 او 20 وحده. حلو. زين، يختارون أول 6 مراكز. فيعني شيء صعب حيل، وخاصة إذا كان ضد الكتاب، أن الكتاب ما يكون فيه ولا غلطة. شلون يعني الكتاب؟ يعني إذا ما في وحدة على نفس عمري نفس الليفل مثلا الرقصة. إنزين، فأضطر يكون ضد الكتاب، الكتاب يكون كامل ما في ولا غلطة. حلو. إنزين، كل شيء يعني لازم يكون عدل، الحركات والشكل، مظهر خارجي، يعني كذي الاشياء. الاستعراض التزلج، يعني احنا نقدر نقول اليوم، هل هو في ليفلات معينه ولا على طول ليفل واحد هو؟ لا، في ليفلات معينه. كم ليفل؟ هو حق المبتدئين اعتقد 5، في بعدين يبدي يرتفع الليفل لفري ستايل 10. زين، هو اصعب مرحله اللي هو فري ستايل 5 6 7 8 9. هذا الأصعب شيء. حلو، وايد حلو. إنزين حنان، نبي منك كلمة أخيرة توجهينها حق متابعينك واللي يحبون هاللعبة هذه. حبيت أشكر النادي العاب الشتوية على المعسكر وساعدونا وجابوا لنا مدربة ووفروا لنا كل شيء، وأتمنى أن الهيئة تدعمنا زيادة. يعطيك العافية حنان، وإن شاء الله نشوفك بأعلى المراتب، وإن شاء الله تحققين بطولات حلوة وميداليات أكثر إن شاء الله. حبيبتي، قولي شلونك؟ زينة الحمد لله. ليش خايفة أول شيء؟ لولو، تدريب عمرك؟ أنا كنت يعني أتدرب هني بس ما أخذتها كهواية ولا كشغلة، يعني بس أحب التزلج وايد. واليوم أنا راح أكتشف فيك هذه الشغلة. شلون انضممتي حق الفريق؟ أول شيء ما كنت أدري إنه أصلاً كان في فريق. حلو. كنت أسافر برا وكنت أخذ كلاسز على هذا الشيء، وكنت أي مني نفس الشيء هم الصالة، وكنت أتزحلق وألعب. لما شفت بنات، مو بنات أصلاً، كان شباب الهوكي. حلو. كان أسألهم شنو هذه اللعبة وشنو قاعد تسوون، ويقول لنا في نادي، ولا أكتشف إنهم عندهم الشيء اللي أنا كنت ألعبه. ف
فاستعنست وايد. ايش كثر صار لك من زمان ولا توا؟ صار لي تقريبا سنه ونص. سنه ونص ما شاء الله، يعني سنه ونص على عمرك واليوم حققتي ميداليات، ثنتين ذهبيه وواحده سيلفر. ايه تكلميني عن المشاركه هذه. المشاركة كانت منافستها وايد قوية، احنا كنا متوقعين بس نروح ننافس، بس ما شاء الله وايد يعني جبنا الميداليات. حلو. طبعا انتم مشاركتكم فردية بس تحت اسم جروب واحد اللي هو فريق الفيجرز. اي انزين، كلميني انت الحين، انا عرفت انك انت استعراضية. اي انت الوحيدة من بين البنات صح؟ لا. ولا في بنات؟ انزين كلميني عن هذه الفئة. الفئة احنا تقريبا يعني موست اوف اس كلنا كذي نسوي، هو مثل الباليه والجمباز على الثلج. حلو. بس يعني مو الجمباز اللي يتقلبون، مثل ريدميك جيمناستكس. اوكي زين، بس طبعا هي فيها فئات صح ولا ما فيها فئات؟ بلا فيها. شنو فيها؟ ليفلات. يعني فيها من 1 إلى 10 يمكن. انت الحين اي ليفل ما شاء الله؟ انا فريستايل 2. ما شاء الله حلو، شلون قدرتي تحققين هالطموح هذا؟ من تدريب، واشكر النادي لانه هم ودونا للتشيك حق اسبوعين وكان وايد مفيد. كان معسكركم بالتشيك؟ كان معسكر بالتشيك. اذا خلينا نتكلم عن معسكر التشيك. معسكر التشيك كان وايد وناسه واستانسنا، وهم كان وايد صعب، كنا ندرب من الصبح لين بالليل. ما شاء الله. اي فانزين، بدام ان انت رحت معسكر وحققتي بطولات، شلون مع دراستك؟ يعني اوكي، احنا يعني لازم نسوي شيئين. أيه؟ اذا نزلوا الدرجات على قولت ابوي طلعني من يعني يعني في تهديد من ابوي. يعني في تهديد، فيعني انه لازم ننظم الوقت. حلو. أيه؟ طبعا لازم تحطين حافز بين التزلج اللي انت تحبينه وبين دراستك، شيء اكيد. بتكلم اكثر عن البطوله مالت تايلاند. شنو حسيتي وشنو شعورك لما قالت راح تشاركين فيها اليوم؟ اول شيء وايد استانست، لان ما توقعنا ان احنا كنا اصلا بنروح ننافس. بس لما رحنا ننافس اول شيء كنا وايد مخترعين، حتى عند الباب واحنا شويه بندخل كنا وايد مخترعين، بس يعني الحمد لله وايد استانست لان هي بطوله كبيره اسيويه. فخفتوا من الافريقيه الثانيه. انزين شنو طموحك اليوم لولو؟ ان شاء الله نروح الاولمبيكس. ان شاء الله. لولو ما قررت تشابهين حنان القلف؟ قال ما شاء الله طبق الاصل، نفس النظاره ونفس الستايل. ان شاء الله صداقه دوم يا بعض. وكلمه اخيره تحبين توجهينها حق رفيجاتك او اللي يحبون الهوايه هذه؟ اشكرهم وايد، واشكر امي وابوي واهلي كلهم، واشكر النادي، واشكر مدربتنا وغنى الفهد مشرفتنا. وبس حبيبتي الله يوفقك ان شاء الله. بلايف ستايل نسلط الضوء على كل أنماط الحياة، نمط حياتي، نمط حياتك، نمط حياتك، أنماط حياة مختلفة حق ناس عاملين عندنا. لما نمر الديرة العادة نشوف وايد بنايات حلوة يهمهم المنظر الجمالي من داخل. عمركم فكرتوا بالمنظر اللي برا والدرايش اللي برا، خصوصا حق البنايات المرتفعة جدا؟ منو اللي ينظف الدرايش؟ منو اللي مهتم بالمنظر هذا اللي عينك تحبه لما تشوفه؟ عاملين متخصصين لهم برستيجهم الخاص، مو اي احد ممكن ينظف الدرايش. التشالنج اللي عندي اياه بحلقه اليوم وهو تحدي اني اكون واحده منهم، من دش الكرين او من دش العربه الخاصه فيهم من الطابق 58، وام جونا هاف تو دو وات ذي دو. فخلونا نشوف ايش اللي بيصير اليوم واذا انا كنت قدها ولا لا. بس انا انسانه اتوقع ان قلبي ميت، فخليكم معي. اوكي فالوضع محتاج نطه من طولي الزايد. يعني ريم اعداد لو سمحتي مسكي لي التليفون، بس اعطيني اياه عشان مو بس انتم بتصورون حتى انا بصور. عادي اي مكان ولا بالنص لازم؟ شكرا. اسفه. يلا خليكي زي ما انت. طبعا المخرج والمصورين، في مصور راح ينزل معي؟ ما حد ما راح ينزل، انا بروحي راح انزل لان انا بروحي الابضايا هون. لا لان المكان ما يستحمل، بس العاملين معي هنا و
في احد راح يقول لنا بالضبط شنو الطبخه ومن ثم وي جو. يا جماعه المخرج قال لي اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، المخرج قال لي ان انت فوق راح تكونين انت المخرجه وانت المذيعه وانت البرودوسر وانت بتاعت الصوت وانت بتاعت كل شيء، فاللي بيصير كالتالي، انا اللي مسؤوله عن كل شيء راح يصير فوق، انا ومحمد ومحمد هاي محمد هاي طيب هم مسؤولين عني وانا مسؤوله عن نفسي حاليا، وقاعد نشوف ديرتنا حبيبتنا الكويت من فوق من منظر احسد عليه. إذن توكلنا على الله وراح ما راح فعلا ننظف الدريشة، بس راح نوريكم الاكسبيرينس شلون صاير. احنا ليش قاعد نصعد فوق البناية يا عزيزي؟ عشان نقدر نخرج بعد. يا لهوي، فأتمنى ان الكاميرا تكون قابلة انها تصور الاشياء اللي قاعد اشوفها. إذن من اي طابق؟ 58؟ احنا من 58. من 58 من الطابق 58 خذينا كرين، هو فقط للتنظيف؟ هذا للتنظيف والعمل الصيانة. عمل صيانة يعني في الواح زجاج محتاج، يعني بيصير في كل الاعمال. طب نتكلم سيفتي قبل ما ننزل. السيفتي انت زي ما حضرتك لابسه الاوفر اول كده. اوفر اول مين ده؟ ده احنا عايزين السيفتي بتاع الكرين نفسه. لا السيفتي بتاع الكرين في شركه خاصه بالصيانه موجوده بشكل دوري، بيتعمل سيفتي قبل وبعد التبع. قبل وبعد؟ قبل وبعد. فعملتوا لي قبل ما نصور؟ لا ما تقلقيش، ده معمول سيفتي مرتين قبل ما حضرتك، معمول دبل تشيك عليه. يا حبيبي ما حسيت اني خايفه، ليش؟ مفروض ارتعب. لا ما في رعب ولا شيء. ماشي. هنصور من تحت. دي بس بالك على التليفون. احنا قاعد ننزل بالكرينة. ايوه احنا هنا. احنا بننزل هناك. طبعا اي حد بيشوفني دلوقتي من الكاميرا بيقول هي بتعمل بي دي اي، بس هذه ما تتطوف يعني، عرفت؟ اكيد طبعا. لحظه، ازيك يا محمد؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. نورك نورك نورك. احنا هذا اللي بيصير، شوف احنا فعلا دلوقتي على ارتفاع 60 طابق. ارتفاع 60 طابق طابقين عشان نخرج برا حدود البرج. طب في وراك طبعا محمد ايضا. هاي محمد، سي هاي تو ذا كاميرا. ايه سي هاي. هاي هاي محمد، هو احد العاملين طبعا في الموضوع هذا، متخصص في هذه السالفه. كنت قاعد ادردش معاه قبل لا نقوم بالعمليه ونفكر فيها، قاعد يقول لي اللي يشتغلون بهذا المجال ناس يعني مو اي عامل، والله ابلاي حق والله اي وانت كلين ويندوز يو كان كلين ويندوز، لا متخصص اعطاء الشهادات وتدريب للستاف. قبل ما بيطلع ويشتغل لازم يكون مر بساعات تدريب معينه، وبعد ما ان شاء الله بيجتاز الاختبارات الخاصه المحدده بيبدا ان شاء الله يشتغل. زي ما حضرتك شايف انا قلت لك ان هو بمعدل ساعات عمل. يعني كل سنه لازم تتجدد الشهاده دي. بس اذا هو يوميا قاعد يروح هذه هم ساعات عمل؟ طبعا دول ما يشتغلوش اكثر من 3 ساعات في اليوم. احنا معلقين على الهواء، نقدر ننزل دلوقتي؟ احنا ليش ما نزلنا؟ يلا تفضل جو داون بليز. انتوا مستنيني؟ بتاخدي والله لا احنا بنصور كل شيء، هذا كله جارين ب الحين الناس اللي قاعده داخل المول وداخل المكاتب وهذا حتشوفنا واحنا نازلين. اكيد طبعا هنعمل كده. بس احنا الحين طبعا لان احنا قاعدين طفنا الساعه 4 فما فيش حد موجود بالمكاتب الحين. بغينا نيجي الصبح بس يعني احنا قلنا وضع لا هو اساسا ايه عشان انتم تكونوا جاهزين واحنا نقدر اشو احنا لحقنا على الشمس. الكويت من فوق جميله بشكل الله يخلي لنا الديره. الله يحفظنا واهل الديره والعاملين اللي يتعبون بهالديره وكل شخص عامل صراحه. بس يعني ان في مو اي عامل اوكي مو اي عامل. خلينا نتكلم عن عندك نوعين من الناس اللي تنظف، عندك النوع اللي يركب الكرين هذا وده أيوة. يسمى كريدل. اوكي وفي نوع ثاني اللي هم سبايدر. سبايدرز دول بيثبتوا الاحبال في هوكات فوق السطح. اوكي من فوق بيطلعوا ينزلون من البورد كله، يتثبتونهم بعدين ينزلون كذا. ينزلوا يثبتون. وبالله عليكم ليش ما حد اقترح علي اني اسوي نفسي؟ والله احنا جاهزين بس ولا انا محتاجه دوره خاصه. ده الموضوع ده اصعب شويه من الكريدل.
لأن يبقى في نوعين من الأحبال، في حب صاعد وحب نازل. إيه لا هي أدري يبي لها شيء. طبعًا شايف ال. أنا ناطرة قلبي يطيح بس إنه مش طايح. لا 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 إن شاء الله. وعندكم أوقات معينة؟ في مكان يوقف الهليكوبتر شوف. سؤال في أحوال طقس معينة ما يصير تطلعون فيها؟ طبعًا في إذا كانت زادت سرعة الرياح عن 25 كيلومتر ساعة ما نقدرش نتحرك. طبعًا ده بيبقى خطر على الجهاز. طبعًا زي ما حضرتك شايف الجهاز مثبت معاه. إيه إحنا قاعد ننزل شوي شوي. شوي. إيه إذا زادت السرعة ما نقدرش نعمل، بنضطر نأجل العمل. يعني إحنا مرتبطين بظروف الطقس داخل الكويت. بس الدراج كل يوم لازم تتنظف إذا كان في حال. طول ما الجهاز موجود فإحنا موجودين بشكل دوري. ليه هو في احتمال يكون مو موجود؟ لا 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 أنا أقصد يعني بما إن في جهاز مركب على السطح فالخدمة بتتم بشكل دوري بشكل يومي. إلا في الأيام اللي نتحرك عليها إذا في مثلا مشكلة في الطقس أو في الجو. نعم. في الحالة دي لازم نوقف ما عشان خاطر يعني. لما يبقاش أمان على الجهاز على الناس الموجودة على الناس الشغالة. نوقف الخدمة. بحين يتعادل الطقس مرة تانية نبدأ نشتغل تاني. احنا رح ننزل بس العادة يعني من الطابق ال 60 أو ال 58 لتحت هذه 45 دقيقة. 45 دقيقة. 30 ل 45 دقيقة. من 30 على حسب السرعة. والشغل سرعة ايده حجم التنظيف يعني في تنظيف وفي أي حين تغسيل. يعني هذه بلها وقت. يعني احنا نتكلم بالساعات. وكم كرين واحد هو الحوالي موجود على الجهاز بس هو لما بيشتغل بياخد لاين يعني بينزل الجهاز طول ما احنا برا الجهاز بينزل بشكل راسي. قاعد نتكلم انه يعني هو صاعد نازل باليوم الواحد من الصبح لحد العصر يعني مثلا من 8 ل 4. Do they pay you good money؟ الحمد لله. لا تغشمر. لا هيك الواحد ياخذ طول ما احنا برا البرج الجهاز ما يصير انه يتحرك يمين او يسار. سؤال الخطوره هنا. لا ما في عوامل خطوره، الخطوره موجوده في كل مكان بس عوامل الخطوره هنا مؤمنه تكاد تكون زيرو. طول ما انت حضرتك بتعملي الصيانه الدوريه وبتامني على الجهاز وبتشوفي وايراتك وبتشوفي كل شيء. اتفضل انزل عادي مش مشكله. يس جو داون ستيرز. داون ستيرز اهم شيء. داون ستيرز هو كده قرب على البرج. طبعا احنا كنا بعيد عن البرج شويه. قرب عشان يبقى في المجال. اتوقع هو قرب عشان في حال احنا صدق كنا نبي ننظف يعني. كانت الفكره والله ان صدق نساعد بس زين منا ان اعطونا هذه الفرصه الحلوه. بالضبط. دلوقتي احنا بنقرب في رابر هنا. ده رابر عشان اذا الجهاز قرب بشكل كبير على ال ما يأذي لهذا. اوكي 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 اوكي. هو الجو حلو والوقت ينن والكويت من فوق رائعة. وتعال السرعة هي أنت تتحكم فيها. بيتحكم فيها من خلال جهاز كنترول هنا. طب can't we go faster؟ we can go faster. I'm not scared. لأن هذا سرعته حجمه شوية لأنه بشيل الأغراض. لي ليميت معين. والنبي أسرع. لا خلاص خلاص. صح اتوقع حتى لو كان عنده اجهزه وفلت شيء من ايده خطر على اي حد تحت. صح صح صح. الجهاز ما عليه الصف اللي راكب عليه نفسهم لهم وثائق تامين خاصه. في وثائق تامين للانجيرز الاصابات لا قدر الله اي حاله وفيه او اي شيء مؤمن عليه بشكل سلامه. واي بس ما في حالات وفاه وشيء سمعنا او حوادث اساسا ما صار. لان في اهتمام بالصناعه اتوقع كل الدول حتى المتحضره ما عندها ما نسمع عن حوادث من هذا النوع. لا. الا اذا كان في مثلا يعني لا قدر الله ما بيحصل اساليب قديمه في واذا في حوادث لو قريت حضرتك شويه انت ممكن تحصلي حاله او حالتين بس وقت الانشاء وقت الكونستراكشن بيريود بيبقى في اخطاء. قصدك بنايه البيوت؟ بوقت البنايه لان طبعا بيستخدموا برضه الاجهزه نفس الجهاز؟ يعني في ابراج من الصوب الثاني اوريك موجود فيه الكريم دلوقتي او الكريد الموجود فيه. الكريد اللي بيستخدم فيه بيطلعوا الاغراض اللي هي السيمنت او تيفر الاغراض اللي بيشتغلوا بيها بيطلعوا معدات بيطلعوا مواد. فهنا بيصير اذا انت حطيتي وزن زياده ما يصير انك تحطي وزن زياده 240 فانت لازم تلتزم ب 240 اور ليس يعني اقل من 240. اذا حطيت ازيد الجهاز بيعطل ممكن يقف ممكن لا قدر الله يصير شيء في الوايرات. بس طبعا الوايرات دي امان جدا بتتغير بالوقت الثاني وبتتصان صيانه دوريه زي ما حضرتك. في فن صيانه خاص معتمد موجود للجهاز بيداوم حتى هذول يتبدلون؟ نعم حتى هذول يتبدلون؟ اكيد طبعا اكيد من الوقت الثاني في عمر افتراضي للجهاز
كل شيء موجود. عمر افتراضي. اه بالضبط. ان احنا ارتفاعنا هنا 58 زي ما قلت لك، نطلع دورين عشان نقدر نعدي حواف البرج، شلون احنا نخرج، نخرج بره حدود البرج وبعدين ننزل. خلصنا.